الكدر ودي للكدر التحية. يا سلام يا منى. هلا يا منى، ازيك؟ اهلا وسهلا. الامور ان شاء الله تمام؟ تمام الحمد لله. مبسوطين ناس الكدر كلهم تمام؟ لا تمام الحمد لله. زمان الكدر دي كان فيها عيش سمح، لحد هسه فيها عيش سمح؟ راقد راقد العيش ان شاء الله دائما والخير كله يرقد عندكم. منى كنت شغاله ولا بتقري قبل الحظر؟ والله قاعده. قاعده ساي؟ ايوه. ربنا يوفقك ان شاء الله، كلنا قاعدين ساي. طيب يلا منى. ايوه. نلعب صفرقة رايك شنو على الشاشة؟ تمام. 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 أيوة. يا ود الدكام. أراح. يلا يا منى اختاري رقمك. خمسة. خمسة. منى خمسة. منى خمسة. يا سلام. منى خمسة وسكت البيم مصمعاك ديل. واحد الكمبيوتر. أراح يا منى. الكمبيوتر واحد؟ هاي قال كده والله للأسف. سبعة. سبعة. منى سبعة. انت ما شايف الشاشه كان كده. طيب منى الكمبيوتر راجل انه يدينا كم؟ ادانا ثلاثه. اثنين 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 ثلاثه ثلاثه. يا سلام منى من الكدر، ومن اول محاوله على طول دخلت معانا. شختك بختك. يا سلام يا منى. منى المعلومات كيف؟ معلوماتك تمام؟ والله الحمد لله يعني. يلا ان شاء الله ربنا يوفقك. نحن عندنا سته أرقام مختاري منها، إن شاء الله تكون 6000 كلها لك. يلا يا منى. سكتي جنبك ديل أشوف بعدين البيزات لو نومون. 15. 15؟ أيوه. 15 سؤال يا منى. سؤال يا منى. يضنوا مساي ناس الكدر. وسكت التلفزيون فاتحين قناة ثانية صبروا ليت. طيب، من هو ترجمان القرآن؟ ها؟ من هو منه؟ ترجمان القرآن، ترجمان القرآن. لقب بترجمان القرآن، صحابي جليل. ترجمان القرآن؟ ها يا منى، ها ثاني شنو؟ منى. أيوه. أيوه جاوبي يمه. لو سمحت. عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس، إجابة صحيحة. يا سلام عليك. يا سلام عليك يا منى، سألتيهم صح؟ صح يا منى؟ منى ايوه. الوراك منو؟ وريتني اختي. اختك ما تتصل هي ضربة لي انت مالك؟ طيب اذا منى الاجابة صحيحة وريتها لها اخوتها من الكدر. اختاري ثاني. ايوه اختار 16. 16 منى 16 واخوتها معاها حتوريها. سؤال الليلة انت واختك الليلة ان شاء الله السؤال ده يجيكم سهل. ان شاء الله يجينا سهل 200 بنحاول. ايوه الحمد لله بارك الليلة اللي توفقتنا. انعقد في العام 1947 مؤتمر لمناقشة انضمام الجنوبيون للجمعية التشريعية، وكان ذلك بمدينة شنو؟ جاتوا مدينة والمدينة في جنوب السودان. الجنوبيين مدينة في جنوب السودان. اي وفي اغنيه شهيره باسمها يا اخي تغنى لها فنانين وغنى لها فنان من من ناس الكدر وابو حليمه. جوبا 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 تك تك تك. ايوه مدينه جوبا كان المفروض تعرفيه على طول طبعا. 2000 الى منى النار جاي لها الفنان غدير. طيب قلت شنو؟ الفنان غدير نور الجيلاني. لا وما سالتك منه عشان اوريك. يلا يا منى عندنا 2000 جنيه واربع خانات. ده شنو ده؟ بتحكم بعدين. منى ايوه معاك. هيا يا منى ما تختاري عن البرود ده. انتوا الغنى اشتريتوها شنو يا منى؟ 18. 18 الشغل الشغل. سؤال سؤال يا منى ثاني ما بوريك. تمام. عشان بتضحكم فيني. شفت الضحك يا صوري لاهلك. عليك الآن السؤال ده هدية. كيف؟ من هو رابع الخلفاء الراشدين؟ رابعهم منو؟ رابعهم؟ هاي؟ والله لو ما علي عرفتي. ها؟ علي بن أبي طالب. سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 3000 جنيه. يا سلام يا منى. يا سلام. شغل عنيف وأسئلة سهلة أموركم واضحة. كتبت لنا عند الشيخ وجيتن. أها يلا يا منى عندنا 14 17 19.
كم 14 19 كم 19 19 19 خلاص. سؤال سؤال يا منى، سؤال يا منى، السؤال ده بيجيك صعب انا حاسس كده. لا ان شاء الله يجيك صعب، ان شاء الله يجيك سهل، تبقى 4000 ان شاء الله. زهرة المدائن أغنية عربية عن القدس، من قام بأدائها؟ الغناء منو؟ الغناء منو؟ فنان فنانة فنانة غنتها فنانة وما سودانية. يلا بنحسب لك. مصرية؟ ما مصرية، لبنانية. سودانية؟ لبنانية الطرشة، لبنانية. لبنانية. هاي منى. ايوه هنعد لك يا اختي، يلا قاعده انت اختي، هنعد. واحد اثنين. فيروز. جول 4000 يا منى، يا سلام. الوراق من المره دي يا يما منى؟ لا معلومات لا سمعها. الوراق منو؟ اختي. اختي نفس اختي. اختك القروش حقات اختك ما بقيش شيء منها تو كمان عافين لك. يلا عندنا 14 17 يا منى. نشيل 14 بلا جابر، بلا جابر. صورة صورة لو ما عندكم التلفزيون شغال عندكم مشكلة. أرخي صوت طيب. شاعر مصري ومن أشهر قصايده لكأن إلها جرب في مطلق عينيك ألوهته وهما جربتاها فيه، لكأن حضارة انضبطت في نهضة عينيك وأفشاها ورع الزيتون لعيني. هكذا انتهت القصيدة. وعربي ما تحته خط يا منى، لقد أخذناك بفتيل في الكدرون. لمنو دقيقة. أتغنى له منو؟ غنى له زنقر. فاروق يبيرا. أقول لك إلهين نايت، أقول لي غنى له منو؟ في زول بيغنى للإلهي تسك مالك عبيد. قالت منو؟ فاروق جويدة. فاروق جويدة في لاود. هو حسن طلب. حسن طلب ما التلب. إذن حنطلع فاصل ونرجع تاني لآخر فقرة من فقرات مسابقتنا. نطلع.